اولا بالنسبه للسي حسبان كما تعرف الجميع انني انا من الناس الاولى اللي طلبت من السي محمد بودريقه باش يبقى حتى يقعد لا سيتياسيون ويعطي الفريق الرئيس اللي كاع المنخرطين كلهم تيشوفوا فيه رئيس ديال نادي الرجاء الرياضي، وكنت من الناس اللي ضد فكرة أن سي حسبان يكون هو الرئيس. لكن اللي تبين هو المرشحين اللي ترشحوا كلهم ما عندهمش المكان اللي كاين على الأقل حسبان ولد الرجاء وكبر في الرجاء، ولكن في هذوك الرباط كان حسبان هو اللي يمكن يمشيوا معاه الرجويين. هذه من جهة. من جهة أخرى يعني بمعرفة كثرة المنخرطين عرفوا بأن كانت عندي كل أمسية اجتماع مع السي محمد بودريقة باش يكمل ويزاول ويقاد الفريق ديالو ويعطيه ويصوب فريق للسنة المقبلة ويكون معي رئيس. أرفض. هنا تنقول لإخوان الرجويين اللي ما عجبوش هذوك المسائل المالية فما نطولوش في الهضرة في الزناقي ولا في القهاوي ولا في بعض الإذاعات ديال الشغب، أنا مشي للمحكمة ديريكت نحطو كلانت بالتقرير المالي ديال سي محمد بودريقة، ولما لا نحطو حتى بالتقرير المالي ديال سي حانات باش نحيدو ديال هذا شفار والآخر شفار، نديرو المحاسبة ديال 6 سنوات ونهنيو لأن كثر القيل والقال وكتبت الانتقام ما بين هاد الطرف والطرف الاخر ونحيدوا هاد المساله هادي وينوضوا الناس يخدموا الرجاء ويجيوا مسيرين، لان لا يعقل الرجاء كان في كل جمعه تيترشحوا 31 ولا 40 واحد للمكتب، اليوم ما لقاوش 4 ولا 5 اللي يترشحوا، اولا لعدم الكفاءه، ثانيا للخوف، لان كاين بعض المسيرين او بعض المنخرطين كثرت الكلام في المقاهي، كثرت الكلام في بعض إذاعات ديال الشغب، وتيكونوا محرضين حتى بعض اللاعبين القدماء اللي على سبيل الذكر زكريا عبوب عنده واحد حقد كمين حقد على نادي الرجاء الرياضي. اولا انا نقول لكم دابا علاش زكريا عبوب حقد على 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 الرجاء، راه ماشي المدس ديال باه الله يرحمه، بل بالعكس، لان من اللاعبين اللي طلب الوراق ديالو مع 12 خداهم مع 12 و4، يعني كان الاجماع ديال المسيرين باش يعطيه وراقه اللي السلوك ديالو اللي كان تعرفوا الجميع. ثانيا الى كان تدوي على الاخلاق ويدوي على المبادئ فالجميع تعرف بان المصنع ديال المعجون اللي كان ما بين اللاعبين ديال الجيش الملكي وديال الوداد وديال الرجاء كان تيخرج من عند سي زكريا عبوب. ثالثا الأمنية ديالو هي يكون إطار في الرجاء، ولكن ما عندوش مستوى باش يكون مؤطر في نادي الرجاء الرياضي، لأن كاينين لاعبين أكفاء كاينين مدربين أكفاء، فلهذا الحق ديالو راه متبين. لأن مع كامل الأسف تنحترموا هذيك الإذاعة، ولكن اليوم تبينت على أنها إذاعة ديال المشاغبين، ومع كامل الأسف تنحترموا فيها بعض الصحفيين، ولكن اللي بداو تيجيبوا بعض اللاعبين اللي ما عندهمش دون المستوى باش يكونوا في بلاطو، فهذا تيسيء للرياضه في المغرب. اولا انا اليوم كما الجميع تيعرف انا في وضعيه صحيه ما تسمحش لي باش باقي نزاول كثير. بعض الاخوان المنخرطين والرجاويين اللي تيغيروا على الفرقه هذه طلبوا مني نساعد حسبان وندخل معاه للمكتب المسير، وطلب مني السي حسبان نفس الشيء، ولكن انا بقيت نفكر لان الصحه ديالي ما تسمحش ليا، وانا تنطلب من الغيورين ومن المنخرطين اللي دازوا في التسيير يعاونوا حسبان. علاش اليوم كلشي رجع للور وبغى يخليو هذا الرئيس ولا رئيس اخر اللي كان وتعطاتهم باش يترشحوا للرؤساء وما بغاوش؟ ولهذا يمكن يسكتوا شويه، يسكتوا اللي ما باغيش يسكت، واللي عنده الشك في داك الشيء ديال بودريقة وديال حانات يمشي للمحكمة ويهنيونا من الصداع، واللي عنده شي حاجة على البوصيري وهذا البوصيري شفار 30 عام وما عقدش بيا
البوليس ما عرفوش بان راه 30 عام وكاين واحد الشطوار 30 عام ما عرفوش بان واحد السمسار. ما عمر شي لاعب ناض قال لهم هذا السيد راه دار لي رزقي ولا شي مدرب قال لهم دار لي رزقي الا هاد الناس هادو اللي تيقولوا سمسار وشفار. الله يسامحهم في هذا رمضان، الله يسامحهم في هذا رمضان، وخليوا الرجاء عليكم في التقار. واللي رجاوي ينوض يخدم الرجاء. بارك من الهضره وبارك من الزغريت في القهاوي، وشكرا.